يجوز أن يطوف ويسعى راكبا بعربة كهربائية أو بعربة تدف وتدفع، ولو كان من غير عذر، ولو كان من غير عذر، لكن الأفضل ألا يطوف عليها إلا وهو محتاج لذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف القدوم وسعى على رجليه، وإنما طاف راكبا لما كان شاكيا، كما روى ذلك أبو داود، وفي صحيح مسلم أنه طاف راكبا ليشرف يراه الناس ويقتدوا به لما حثه بذلك عمه العباس. وهنا تنبيه، عربات الغولف إذا كان الكرسي الخلفي معاكس فلا يصح أن يطوف بها، لأنه جعل الكعبة عن يمينه. وقد نبه الإخوة في الرئاسة، رئاسة الشؤون الدينية، إلى إزالة الكرسي الخلفي الذي يكون وجهه معاكسا، فأزالوه من أغلب العربات، ويشكرون على هذا الفعل، لئلا يطوف بالبيت والبيت عن يمينه، وإنما في الطواف لا بد أن يكون البيت على طوافك عن يسارك، والله أعلم.